اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، ونشوف ازاي الاهلي بيستعد لمباراه اسوان والجديد اللي موجود في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره عقب الفوز بثلاث اهداف مقابل هدفين على الانتاج الحربي والاستعداد للقاء اسوان يوم الخميس على استاد بيترو سبورت. نبدا مع بعض ترند الاهلي والصفحه الرسميه للوطن سبورت على الفيسبوك. والتر بواليا يقود هجوم الاهلي امام اسوان. في كذا لقطه وفي كذا موقف وفي نفس المكان قلت كذا مره يا جماعه بلاش تحكموا ولا تقيموا لاعب طوال الموسم، اصبروا لغايه لما نوصل لنهايه الموسم ونشوف في نهايه المرحله. والتر بواليا ساهم بنسبه كبيره في احراز ثلاث نقاط غاليه جدا في مشوار الاهلي في الدوري العام. النهارده الوطن الرياضي بيتكلم والتر بواليا بيقود هجوم الاهلي امام اسوان، واذا ربنا كرم في الفتره اللي جايه وهدف ورا هدف والدنيا مشت كويس، راي النقاد وراي الجمهور وراي الاعلام هيبقى ايه في نهايه الموسم؟ اصبروا موسم طويل، وانا متذكر كلمه اتقالت كذا مره من الجهاز الفني للاهلي، محتاجين كل اللعيبه في كل الاوقات، ما تعرفش النهارده مين تحتاجه ومين بكره ممكن تحتاجه ويكون هو اللي يكسبك الماتشات. كل اللعيبه محتاجينها لغايه يوم 26/8 عشان نقدر نقيم الموسم بشكل عام في ظل النجاحات اللي احنا محققينها، نشوف كمان القايمه والسكواد في الموسم القادم. طيب كمان معايا من محتوى السوشيال ميديا اليوم السابع بيتكلموا على فكره الاهلي يرفض خوض مباريات الدوري بعد لقاء اسوان بدون لاعبي المنتخب الاولمبي. الاتفاق كان مع اتحاد الكره على مباراتين، مباراه البنك الاهلي ومباراه وادي دجله، طبقا للاتفاق مع اتحاد الكره بخصوص لاعبي المنتخب الاولمبي. بكره منتخبنا الاولمبي عنده مباراه مع استراليا الساعه 1 الظهر بتوقيت القاهره، نتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله يعمل نتيجه ايجابيه ويتاهل لدور الثمانيه باذن الله. وفي نفس الوقت هنشوف بعد هذه المباراه التنسيق اللي بين الاهلي واتحاد الكره كان في اي اطار وفي اي شكل، عشان نشوف المرحلة الجاية ازاي بنستعد، لان المرحلة الجاية عندنا مباريات كلها هي مباريات كؤوس مفيش فيها اي هزار. طيب ده بخصوص ماتش اسوان والتنسيق ما بين الاهلي واتحاد كرة القدم.